Good afternoon, everyone. I think I want to speak in Arabic, so if you want to use the headphones, please. في البداية بالتأكيد أشكر منتدى الشرق وكذلك الأميك فور لدعوتنا إلى هذا المؤتمر وهذا المنتدى. كنت أنوي أن أتحدث عن حقوق الإنسان بشكل عام خاصة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكيفية تطبيق هذه الحقوق، ولكن زملائي وخلال اليومين الماضيين كذلك ركزوا على كثير من هذه القضايا العامة، ولذلك غيرت من وجهة نظري لأتكلم حول قضيتين محددتين. هذه القضيتين أعتقد لها يعني بعد أساسي، وهو من المفاتيح الأساسية لبناء أمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه النقطتين أو هذه الفئتين التي سأتحدث عنهما هي فئة الأقليات بشكل عام، وأيضا الأحزاب ذات التوجهات الدينية أو الإسلامية، دعني أقول لماذا أركز على هذين الفئتين؟ لأن حسب وجهة نظري ما يعانيه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه المدة التي سبقت والمدة التي أتوقع أن تستمر هذه المشكلة الأمنية في المنطقة هي أولها التدخلات الأجنبية سواء الأقليمية أو الدولية. النقطة الثانية هو قضية التطرف والإرهاب، ولذلك عندما أركز على هذين النقطتين أقصد فيها كيفية حل المعضلة الأمنية في هذه المنطقة. عندما أتكلم عن الأقليات لا أخص بذكر قومية معينة أو مذهب معين، وإنما أذكر القوميات بشكل عام سواء أو الأقليات بشكل عام، القومية، الإثنية، الدينية، أيا كانت في هذه المناطق. نعلم خلال هذه الفترة الماضية هناك مشاكل عديدة ظهرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متعلقة بهؤلاء هذه الأقليات سواء الكرد أو المسيحيين بشكل عام، الأقباط في مصر، الأمازيغ، البربر، وبالإضافة إلى كثير من الأقليات الأخرى التي لا يمكن أن نحصيها خلال هذه الفترة أو هذا الوقت القصير. الذي أريد أن أتوجه إليه أن هذه الأقليات لها من الحقوق، عندما من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كافة الحقوق كمواطن في أي دولة من هذه الدول التي نعيش فيها. الأمر الثاني، هؤلاء إن لم يحصلوا على حقوقهم هذه الحقوق سوف تكتسب بطريقة أخرى، سوف يلجأ هؤلاء إلى الدول ومنظمات أجنبية ليستمر التدخل الأجنبي في هذه المنطقة وفي هذه الدول. دعني أذكر مثال الكرد في دولة العراق. استمر قضية التدخلات الأجنبية بشكل عام وإن كانت لا زال مستمرة، ولكن عندما كنا نتحدث وأنا من ضمن البرلمان العراقي كنا نتحدث مع الأخوة السنة العرب في العراق سنوات 2005 و2006 و2007، هذه السنوات الأولية كنا نتحدث عن الفيدرالية فقط، كانوا يرفضون الفيدرالية ويتهموننا بأننا نريد تقسيم العراق ونريد أن نعمل مع إسرائيل، مع إيران، أي اتهامات أخرى. ولكن عندما وقع الأخوة السنة في نفس المشكلة التي عانينا منها منذ زمن مضى من قضية التهميش والإبعاد والقتل وغيرها، الآن أصبحوا لا يدعون إلى الفيدرالية فقط وإنما يدعون إلى تشكيل وحدات خاصة تحمي مناطقهم، كما الحال في قضية الكردستان، تريد قوات تحمي نينوى، تحمي الأنبار وغير ذلك. فالقصد أن الذي يعاني من هذه الأزمة يحس ما دور الأقليات في المنطقة. ولذلك عندما نتكلم عن على سبيل المثال السنة في إيران لا أحد يتكلم عنها، أين هي حقوق الطبيعية لهؤلاء من الدخول في عالم السياسة، من الحقوق الدينية المذهبية؟ عودا إلى ذلك نأتي إلى تركيا. الكرد في تركيا، مشكلة الكرد في تركيا تستمر. نعم هناك أحزاب ومنظمات تدافع عن الكرد، وإن لم تحصل على حقوق الكرد بشكل عام سوف تلجأ إلى
إيران إلى روسيا إلى غير مناطق، وسوف يستمر هذه الأزمة في تركيا أيضا، في سوريا، في مصر، في كل المناطق. لذلك أركز على هذه، يجب أن تعمل هذه الدول عندما نتكلم عن منظمة تعمل لأمن المنطقة في المرحلة القادمة، يجب أن تكون هذه الدول والتي نشير إليها خلال اليومين السابقين إلى تركيا وإيران والسعودية على سبيل المثال ككتلة رئيسية. لا تنسوا لماذا السعودية اليوم؟ العراق كان من أقوى الدول العربية التي كانت مرشحة لأن تكون ضمن هذا المنتدى الذي نتكلم عليه أو المنظمة الأمنية للمنطقة. العراق كان على رأس القائمة، ولكن العراق لم يبقى له وجود. لماذا؟ لأن العراق لم يعطي للشيعة وللكرد حقوقهم الطبيعية، ولذلك وصل إلى هذه المرحلة من الفشل في الدولة. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أريد أن أركز عليها هي قضية الأحزاب والحركات ذات التوجهات الإسلامية. شئنا أم أبينا، منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا أغلب الناس الجماهير متدينة، لها طبيعة تدينية والتزام بالدين. هناك مشكلة كبيرة تواجه هذه الدول أيضا كما قلنا، هي الجماعات المتطرفة وجماعات الإرهابية. دعني أقول هذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة لن يقف أمام وجهها غير الأحزاب والتحركات أو الحركات الإسلامية التي تستطيع أن تحاربها بالفكر، تحاربها بنفس لغتها التي تقنع به الآخرين. غير التوجهات الإسلامية لا تستطيع أن تقف في وجه هذه الحركات المتشددة، لأنها سوف تتهم أنها ضد الإسلام ضد الدين. وعندما تأتي الحركات الإسلامية لتناقش هؤلاء سوف يكون الأمر طبيعي، لأنهم يدافعون عن نفس المنهج ونفس الدين. فلذلك أنا في رأيي أن الحكومات المنطقة بشكل عام عليها أن تدعم هذه الحركات الإسلامية بدل أن تمنعها وتمنع وجودها وتمنع وصولها إلى مراحل متقدمة في الممارسة السياسية. أولا تمنع هؤلاء من أو يعني تمنع فكرهم في نشر فكرهم، فكر المتطرف. الأمر الثاني في تربية الشباب الذين هم مستقبل هذه الأمة ومستقبل هذه الأمم كلها، يجب أن تربي هؤلاء الشباب على الفكر الوسطي، الفكر الذي يجمع الكل ويعمل على التعايش بين هذه المجتمعات وهذه القوميات وليس التطرف. فأعتقد أن الحركات الإسلامية تستطيع أن تؤدي هذا الدور. هؤلاء سواء القوميات أو الأقليات أو الحركات الإسلامية ليس بالمطلق، وإنما يجب أن هناك تكون قواعد وقوانين تحدد من أعمالها في داخل الدولة إن كان يدسكها. فهذه عندما نطالب بحقوق هؤلاء والممارسة السياسية لا نقول أنها يجب أن تكون الحرية مفتوحة للكل وكل يدعو إلى ما يشتهيه من أفكار، وإنما يجب أن تكون ضمن قوانين وضمن مواثيق تثبت في داخل الدولة. ولذلك أتمنى من هذه الدول عندما أن تجلس لا تنسى حقوق الأقليات ولا تنسى كذلك توجهات أو حركات الإسلام ذات التوجهات الإسلامية. شكرا لكم.